السلام عليكم، رجعت لكم بفيديو جديد. امبارح نزلت لكم فيديو الساعة 27 دقيقة او كم ثانية، وامبارح طولنا للصراحة يعني بالسهرة. اوكي، القصة اللي صارت بين خليل تيوب وطارق الباشا 100% معه حق خليل تيوب 100%، وعن جد معه حق خليل تيوب. مش لانه خليل تيوب انا عامل له اشتراك، انا عامل خليل تيوب اشتراك عن القصة، وطارق الباشا عامل له اشتراك، كتير كتير منهم عامل له اشتراكات. احنا ما تقول له انه هاي وانت، لانه خليل تيوب انت عامل له اشتراك وهذا صاحبك وهذا، قلت انا عامل له اشتراك. بس المشكلة اللي صارت انه انا 100% مع خليل تيوب، يعني خليل تيوب ما عم بيكذب. انت يا طارق الباشا كذبت للصراحة، بلشت تقول انه انا اللي ضربته، انا اللي كسرت. هي فركة اذن، هي فركة اذن، ما قلت انه انت اللي ضربته، قلت انه هاي فركة اذن. لما كسرت له بلور السيارة طلعت عم تكذب، ما كنت مكسر له بلور السيارة، طلعت عم تكذب. فهلا انت انكمشت يا طارق الباشا، وطلع مش انت اللي عاملها لهيدا الشيء، بس كنت عم تكبر حالك انه انت اللي ضربته. انكمشوا هدول الاربعة اللي تهجموا على خليل، وان شاء الله خليل رح يرجعوا له العدة اللي له. انا مع خليل تيوب، ونحن وراك يا خليل. ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. مع السلامة. بتمنى هذا الفيديو ما يعمل إزعاج لحدا أو حدا ينزعج مني، وإلى اللقاء.